نبدأ ونفسر الآيتين المباركتين في سورة هود في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في هاتين الآيتين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. سبب نزول الآية كما جاء في أسباب النزول أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع، امرأة لا تحل له، فأصاب منها كل شيء إلا الجماع، ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى الطريق الذي يخلصه من هذه الجريمة. فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، وزلفا من الليل، صلاة الليل وهي المغرب والعشاء وأيضا ما يتيسر من قيام الليل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني ساعات من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ففي هذا أن هذه الجريمة وغيرها من أنها تكفر بالصلوات الخمس، أن هذه الذنوب تكفر بالصلوات الخمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: بل للناس عامة، ذلك ذكرى، أي ما أنزلناه إليك في هذه الآية ذكرى للذاكرين، يتذكرون هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعرفون قدر الصلاة، فضل الصلاة، فيحافظون عليها. ثم قال جل وعلا: واصبر، بعد أن أمره بالصلاة أمره بالصبر، كما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين تابوا إلى الله ولازموا التوبة وصبروا، فإن الله جل وعلا يتوب عليهم ولا يضيع أجرهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذا بشارة لأصحاب الذنوب أن لا يقنطوا من رحمة الله،
بل يتوبون إلى الله ويحافظون على الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس كما جاء في الحديث كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه وتوفيقه. نعم.